بخصوص الصلاة في الولايات المتحدة، إذا كان لا يوجد مسجد قريب السكن لا بأس يعني الصلاة في السكن. أي نعم، إذا لم تجدوا مسجدا تصلون في السكن، وحرصوا على أداء الصلاة جماعة، أنت ومن معك من إخوانك، من سواء كانوا من عمانيين أو من عموم المسلمين. واطمئنوا الآن يعني أغلب الولايات فيها مطاعم، فيها مصليات، أجل أغلب الجامعات إن لم تكن جميعا فيها مصليات، فيها مطاعم تقدم الأطعمة الحلال. إذا كنت مستقر مقيم فالأولى أن تصلي كل تؤدي كل صلاة في وقتها، أما إذا كنت يعني جاد في طريق أو هناك جدول محاضرات لا يسمح لك، أو بعض الأحيان بعض المواسم في بعض الولايات تختلط الأوقات، يطول النهار كثيرا أو يقصر يعني النهار كثيرا، ففي هذه الحالة تراعى هذه الأحوال ويكون الجمع أولى وأفضل. بخصوص الصيام لو كان دراسة لا لا صوم، أنت مأمور بأن تتقي الله قدر استطاعتك، لكن لا تترك العبادة لأجل ذلك، يعني كما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اود ان اشكر سماحه الشيخ كهلان الخروصي على المحاضره الجيده وعلى الاسلوب الراقي واحترام المستمع الذي لاحظناه اثناء تقديمه للمحاضره. واود ان اسال سؤال، ربما لقد تقدمت في القول انه سوف تصلنا رسائل او فيها روابط مرئيه او سمعيه او نصيه عن الاطعمه، ولكن لا اعتقد انها سوف تشفي ما في صدورنا وتجاوب على أسئلتنا. فأود أن أسأل، إذا كنت أنا هناك في أمريكا في إحدى الولايات التي لا يتوافر فيها مطعم إسلامي، فما الذي أفعله؟ يعني سوف أكون هناك لمدة 3-4 سنوات أو حتى 5 سنوات، فكيف أتعامل مع هذا الوضع دون مطعم إسلامي؟ وأنا سوف لن أكون أملك سيارة، أو في احتمال أني أملك دراجة أو سيكل، اما سيارة ما اعتقد، فيا ليت توضح لي الامر كيف اتعامل معه، ولك جزيل الشكر. يعني انا لازلت اقول لك الان الوضع في هذه السنوات المتاخرة ما عاد مقلقا بحمد الله تعالى، يكاد كل الولايات كل الجامعات توفر اطعمة الحلال، فلا تقلق ابدا من هذا الجانب. ومع ذلك من خلال تجربتي يعني قبل سنوات في بعض المدن في المملكة المتحدة التي لم تكن فيها محلات للمسلمين، كان الطلاب، ستجد طلاب عمانيين قبلك، ستجد طلاب مسلمين من مختلف الجنسيات، كانوا يذهبون في آخر الأسبوع إلى أقرب مدينة أو إلى شيء من المزارع القريبة، وستجدون مزارع كثيرة تبيع ذبائح، فيباشرون الذبح بأنفسهم، يشترون ذبيحتين أو 3 بحسب ما يحتاجون، ثم يعودون للمجموعة كلها، تكون أرخص وأطيب وأفضل، و هي في ذات الوقت أيضا يعني فسحة في آخر الأسبوع. وأنت لم تأكل لحما كل يوم، يعني نوع أيضا، السمك مطلوب ولا إشكال فيه، الأغذية النباتية أيضا تمشي، فالحاصل لا تستسلم للواقع، هذا الذي أريد أن أقوله. ابحث عن رفقة طيبة، وابحثوا عن مزارع قريبة أو مدينة قريبة، في آخر الأسبوع لن تذهب كل يوم، حتى لو كان يعني بالدراجة أيضا اعتبرها فسحة. واضح الجواب؟ لكن إذا كان البحث، إذا كنتم تصرون عن يعني تبين حكم أكل طعامهم، فنحن الفتوى عندنا أنه لا يصح. والسبب في ذلك أن هذه البلدان ما عادت يعني بلدانا يمكن أن يقال بأن أهلها من أهل الكتاب، ولا يكترثون بالشروط التي توجد عندهم في شريعتهم في الذبح، يعني لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم، فهم في الغالب لا دينيون بشهادتهم بأنفسهم، ثم أيضا ليس هناك شيء من الشروط التي توجد في ملتهم ويلاحظونها عند الذبح. ولهذا فإننا لا نرى أن خاصة مع وجود يعني البدائل السهلة الميسرة، لا نرى جواز الأكل من طعامهم من ذبائحهم وهي على هذه الصورة. والله تعالى أعلم.
أنا حتى لا أخذ يعني أكثر من وقتي إذا كان سؤال من قبل الطالبات وسؤال أو سؤالين، لأن أيضا يعني الأساتذة المحترمون ينتظرون أيضا دورهم. ما سمعت مرة؟ بخصوص الصيام. صيام نعم. صيام شهر رمضان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يكون فترة الصيام 21 ساعة. فهل هو صحيح إنه نمشي على أقرب دولة إسلامية لدولة الولايات المتحدة؟ لا 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 ما صحيح. لكن شيء ولاية، أنت في أي ولاية عفوا؟ لا لأنه أنا قرأت هذا الشيء في كندا. قرأت كندا فيها. لكن عموما القاعدة الشرعية واضح، سؤالك واضح وسؤال مهم. يعني بعض المدن بعض الولايات قد يطول فيها النهار كثيرا. القاعدة الشرعية التي لكم أن تحفظوها أنه طالما كانت علامات الأوقات الشرعية موجودة فالعبرة بالعلامات الشرعية. إذا وجد الفجر الصادق ووجد غروب للشمس ففي هذه الحالة لا بد من التقيد في العبادة بهذه الأوقات الشرعية، حتى لو طال النهار إلى حد أنه وصل إلى يعني 20 ساعة مثلا، فهذه المدة مقدور عليها غالبا. يعني هذه البلدان تكون في يعني البلدان شمال أوروبا على سبيل المثال، أنا أعرف أنهم يتعرضون لهذا لكنهم يصومون. الحالة التي تراعى هي حالة تسمى البلدان الواقعة في خطوط العرض العالية، يعني من خطوط عرض 60 إلى 66 درجة، هذه فيها الإشكال لأن العلامات فيها لا تظهر. يعني لا يوجد علامة للفجر الصادق، يدخل الليل ثم بعد ذلك تطلع الشمس دون أن تكون علامة واضحة للفجر الصادق. هذه البلدان الواقعة مرة أخرى أكرر، الواقعة بين خطوط عرض 60 درجة، منهم من يقول 58 لكن لا حتى 58، يعني بعض بلدان المملكة المتحدة مثل شمال سكوتلاند واقعة في هذا. هؤلاء يضبطون أوقاتهم بأقرب منطقة ينتظم فيها الوقت، وبالتالي يمكن أن يعتمدوا على البلدان الواقعة مثلا في خط عرض 58 أو 59. فما لم يكن وضع البلد أو المدينة أو القرية التي أنتم فيها من هذه البلدان فلا تعمدوا إلى القياس على أقرب منطقة، ولا يكون القياس كما يقول بعض على مكة، يعني يكون الذي قبلك في الدولة المجاورة في المدينة المجاورة يصوم 20 ساعة وتأتي أنت وتصوم 13 ساعة وتفطر مع التوقيت في مكة أو على التوقيت في القاهرة. لا 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 يسوغ هذا، وإنما على أقرب مكان ينتظم يحتمل فيه الصيام وتظهر فيه العلامات. واضح جوابنا؟ هذه هي القاعدة، هذا هو المبدأ، لن يتكرر هذا السؤال كثيرا. نختم؟ طيب آخر سؤال تفضل. إذا أنت صارت عندي أنا كنت خلاص. السلام عليكم. جزاك الله كل خير شيخ كهلان. هو حقيقة ما سؤال، أنا واحدة من أولياء الأمور، لكن كنت أتمنى لو وضحت أو أعطيت نبذة للرد عن الناس اللي تعارض الحجاب، وخاصة بناتنا بيحصلون كثير ناس وخاصة من المسلمين اللي بيشجعونهم على ترك الحجاب، جزاك الله خير. طيب، أولاً ليعلم بداية أن الحجاب عندنا والمقصود به أن تغطي المرأة رأسها ونحرها، يعني النحر تعرفون النحر، وصدرها، هذا هو الحجاب الذي يصدق عليه أنه الجلباب. لبس المرأة تجوزاً يطلق عليه أنه حجاب، وبالتالي أيضا أدخل طائفة من العلماء ما يتصل في الحجاب كل لبس المرأة. فلما قال الله تبارك وتعالى وليدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو الملحفة الذي تغطي به المرأة رأسها ونحرها وصدرها، فتسدله من رأسها على نحرها وصدرها، فتغطي الرأس بما فيه من شعر والرقبة والصدر، ثم يكون بعد ذلك ما تلبسه من ثوب. هذه هو الجلباب، وهو فريضة واجبة. الآن يعني لماذا تفعل المرأة المسلمة ذلك؟
تفعلها تفعل المسلمة ذلك لأنها متدينة، لأنها تمتثل أمر ربها، لأن دينها يأمرها بذلك. إذن هي حرة مختارة، وأنا أركز هنا على حرية الاختيار. يعني كان من ضمن القضايا المتصلة بالتعبد، لماذا يعبد المسلمون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه؟ من الأجوبة القوية النافعة أن هذا اختيار، أمر اخترناه أردناه لأنفسنا، فليس هو بأمر فرضه علينا المجتمع. نعم فرضه علينا الله سبحانه وتعالى لأننا نحب الله تعالى ونخشاه، فامتثالنا من هذا الباب لمحبتنا له، لا تبحث عن أسباب مادية، لا تبحث عن بيان للحكم والقضايا والجرائم التي يمكن أن تحصل من جراء ذلك، ما لسنا بحاجة إلى هذا. وهذا النوع من الخطاب أيضا المجتمعات الغربية صارت تتطلع إليه، يعني ما يتعلق بالقيم، ما يتعلق بالجوانب الروحانية، لا بد أيضا من أن يسمعوا، لأنهم يعيشون في ماديات، فما يتصل بالقضايا الفكرية وما يتصل بالجدل النظري والنقاشات العلمية هم في حالة تشبع منه، لكن ما يتصل بالقيم، ما يتصل بالأخلاق، ما يتصل بالجوانب الروحية لا بد أن يسمعوا فيه ما لدى المسلمين من طرح. فإذا كان إذا اقترن يعني ما يتصل بهذه الجوانب الروحية بمبدأ حرية الاختيار، لأنه كان يمكن لله سبحانه وتعالى أن يحمل الناس على الطاعة، لكن ساعة إذ سيفقد هذا الإنسان أثمن ما يملك، وأثمن ما يملكه هو الإرادة الحرة، أن يكون حرا مختارا. ولهذا كلف هذا الإنسان، لأنه تحمل، لأنه صار حرا مختارا، له إرادة مطلقة يختار ويتحمل نتيجة اختياره. هذا من أهم الأجوبة، من أهم ما تفهمون به قضية سائر الأوامر، سواء كان يعني الرجال أو للنساء، سائر الأوامر الشرعية. فلنركز على هذا الجانب في فهمنا وفي تعاملنا مع مثل هذه القضايا. وأنا شاكر لك أنك طرحت هذا الموضوع، لأنه سيغنينا عن كثير أيضا من الأمثلة في كثير من القضايا، فيما يتصل بالصلاة، فيما حتى فيما يتصل بالأطعمة. لماذا لا تأكل أي شيء؟ لماذا لا تأكل؟ لأنني اخترت، هذه إرادتي، هذا اختياري، وهذا أثمن ما وفره هذا الدين، حرية الاختيار، الإرادة لدى هذا الإنسان، الإرادة الحرة لدى هذا الإنسان. لذلك لمن شاء منكم أن يستقيم، من كان يريد العاجلة عجلنا، هذا اختيار، اختيارك أنت، فهذا أثمن ما هيأه لك الله سبحانه وتعالى، وهيأه لك هذا الدين، وهذا أفضل ما يمكن أن تجيب به على ما يطرح من تساؤلات حول قضايا تتعلق بالجوانب التشريعية.